بشكر حضرتك جدا في الحقيقه. اعتقد ان ده اخر خبر معانا النهارده. خلاص مفيش اخبار تاني؟ لا في خبر ازمه يعني اخر خبر هو الازمه ازاله الاعلانات من اعلى. لا براحه شويه انا راجل مسن. ازمه بسبب قرار ازاله الاعلانات من اعلى اسطح بعض المنازل. فجر قرار ازاله الاعلانات من اعلى اسطح المنازل والشوارع الذي بدات بعض الاحياء في تنفيذه منذ عده ايام ازمه بين اصحاب وكالات الدعايه ومحافظه القاهره. معانا تقرير هنشوفه وهنرجع تاني ولا هنرجع على فقره تانيه؟ طب اهلا وسهلا بيكم، اتفضلوا اشربوا الشاي. الاعلانات اللي موجوده دي حضرتك بقى لها 40 سنه موجوده في الارض، ودي كانت بموافقات من محافظين سابقين سياده اللواء عمر عبد الاخر وعبد الرحيم شحاته، والحاجات دي موجوده كانت لتجميل المنطقه، واحنا ساهمنا كتير في اعمال التجميل اللي كانت بتتطلبها المحافظه، وللان بنساهم في اعمال التجميل ودهانات العقارات، وكل الشغل ده احنا بنساهم فيه. عملنا طبعا اثبات حاله في الاسم ان الاعلانات دي مال عام، فالمفروض انها لما تتزال احنا كلنا هنستيل عليها، فاثبتنا حالا ان اجهزه المحافظه جايه بتشيل. من زمن بعيد والكل بيشكو، والصحف ومنها الاخبار والاهرام وكل الصحف بتقول عشوائيه الاعلانات في القاهره، الى ان اسند الامر الى جهاز القومي للتنسيق الحضاري في وزاره الثقافه، وخد فتره وعمل دراسات عن كيفيه وضع الاعلانات واين توضع واين لا توضع واذا وضعت كيف توضع. فالكلام ده عملوه طبعوه في دليل اسمه دليل الإعلانات والفراغات العمرانية في المدن الكبرى، ومنها طبعا القاهرة أولها واسكندرية والجيزة وما إلى ذلك. وهذا الدليل عرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اللي بيرأسه السيد رئيس الوزراء وعضوية 9 وزراء والمحافظين المعنيين، ومن حوالي 2.5 سنين كان الاجتماع في اسكندرية وأقر هذا الدليل، وقال بقى المحافظات تبدأ تنفذ هذا الكلام. الأجهزة بتاعت المحافظة نزلت يوم الخميس خاصة أخبار اليوم بس، إنها جت شالت الإعلانات بتاعتها. الأهرام اتشال منها، لكن مبنى الإسعاف كله هيتشال. قالوا إن مبنى الإسعاف نفسه هيتشال وتعمل مكانه جنينة، فبالتالي شالوا للأهرام. أنا قريت حاجة غريبة، يعني إنه بيقال إنها تطبق على الوكالات المؤسسات الصحفية والخاصة. لا، ده يبقى إيه الفايدة؟ وكأني ما عملتش حاجة. لما بنعمل حاجة يعني بنعملها بعدالة كاملة وبشفافية كاملة وبوضوح وباختيارات سابقة. احنا مكلفين الشاسات اللي حضرتك موجودة دي حوالي 3-4 مليون جنيه، ودي بتدر عائد لا يقل عن 6 مليون، واحنا لسه يمكن من اسبوعين دافعين الايجار السنوي، وده حضرتك برضو لا تتخيل مبلغ كبير جدا جدا. هنجيبه ازاي؟ والناس اللي هي ليها الاعلانات اللي موجودة المفروض هنرد لها فلوس. الحاجات اللي موجودة في الارض في الوقت الحالي دي حضرتك تمثل 40% من دخل اعلانات الاخبار، اعلانات الطرق الاوت دور. هذا الاسبوع سوف نعقد اجتماعات مع كل وكالة او مع الوكالات مع بعضها اذا شاءت، واحنا لدينا اماكن جديدة واماكن حيوية جدا في القاهرة، يعني حصل التطوير فيها، هننقل هذه الاعلانات اللي في الوسط الى الشرق ببساطة شديدة، وبما لا يحقق اي خسائر لاي طرف من الاطراف. منى في الحقيقه يمكن اللي متابع مع حضراتكم من تقريبا 4 ايام في اوبريت في الحقيقه جميل جدا، شارك فيه مجموعه كبيره من نجومنا وفنانينا، مصر مفتاح الحياه. هذا الاوبريت اللي دايما في الحقيقه يعني كل نجومنا بيحاولوا يعملوا دايما كل اللي يقدروا عليهم في الحياه عشان يثبتوا لكل الناس للعالم ولينا ان احنا كلنا دايما ايد واحده. الاوبريت ده من تاليف الدكتور مدحت العدل واخراج محمد بكير والحان عمرو مصطفى، طبعا بالاضافه لمشاركه عدد كبير جدا من النجوم والنجمات اللي احنا فعلا بجد بنتشرف بيهم. كاميرا مصر النهارده كانت حاضره اثناء هذا التصوير، وهنشوف مع حضراتكم دلوقتي ميكينج. قبل ما نشوف بس انا عايز احيي كل الفنانين اللي اشتغلوا في الاوبريت، ده شيء جميل جدا، وده الدور الحقيقي للفن انه يتابع الاحداث ويعبر عنها ويشارك فيها، وده شيء جميل جدا. بحيي العدل كلهم الحقيقه، كلهم فنانين ممتازين وبيقدموا حاجات كويسه جدا، محمد بكير ومين كمان؟ الحاج عمرو مصطفى. وطبعا عمرو مصطفى، وده شيء جميل جدا ان الفن بيتابع كل حاجه، ودي شيء حاجه حلوه. والاضاءه لوائل، والاضاءه لوائل درويش. وائل درويش طبعا طبعا طبعا،
نشوف جزء من الميكنج بتاعهم وبعدين نرجع تاني على الفايز تسليم الجائزة. فاتح أحمد أحمد حسنين. الموضوع كانت فكرته ابتدت ان مع الاحداث دي كل الناس عايزة تشارك وتأكد فكرة الوحدة الوطنية في مصر. فسيادة الوزير كلمنا وودينا فكرة بسيطة جدا عن الموضوع، ان احنا نختار المكان في اي مكان في جامعة القاهرة. أنا بعزي مصر كلها وبعزي نفسي أول واحدة، وعايزة أقولك إن إحنا بس لازم يبقى في رسالة كبيرة جدا إن إحنا محدش يقدر يفرق بيننا. الحاجة اللي لازم تتأكد وتبان وهي الحمد لله باينة إن الشعب المصري دايما مترابط ودايما واحد، مفيش جملة حاجة اسمها مسلم فعلا، مفيش بجد فعلا. ونفسي في الحوارات حتى ما نصنفش، خلاص بقى الموضوع يا جماعة مفهوم كويس قوي قوي، ولكن في النهاية احنا واحد وهنفضل واحد ملهاش حل. الواحد زعلان جدا ومتأثر جدا من اللي حصل، بس اللي أنا متأكدة منه ومريح شوية إنه أكيد مش مصريين اللي عملوا كده، يعني متأكدة 100%. كل الناس على فكرة واثقة، الناس الواعية. عمري في حياتي ما فكرت ولا سألت حد من صحابي أنتي مسيحية ولا مسلمة، وأعز أصحابي مسيحيين يعني، فأنا حزينة جدا، ودي ضربة أكيد جت لمصر من برة مش من جوانا. طول عمرنا مسيحيين ومسلمين عايشين مع بعض بنحب بعض، فأكيد حاجة يعني يتضايقنا كلنا. هو ألف لكل أعداء